وارتباطه. هتكلم على الباكج اللي حضرتك بتتكلم عليه، مباراه كينيا ومباراه جزر القمر، اتكلم على الايجابيات اللي حضرتك شفتها ان الكابتن حسام لازم يمسك فيها علشان يبقى ادائنا 90 دقيقه بنفس اداء جزر القمر. يعني انس في حمامك القديم. ايوه يا حسام انس في حمامك القديم اللي هو انا. طب ما فصل لنا. طيب يا جماعه فصل لنا حمام. انا بعت له انسف. بعت له قلت له كده ثم مصر ثم أيوة مصر. هنعرف حمامك القديم اللي ثم عندنا. ثم انت المسؤول الاول قدام الشعب كله. طبيعي. طبعا ما عارف اكيد كده كابتن يعني. مش لا سوشيال ميديا ولا بصحفي على مزاجه ولا بناقد ولا جمهور ولا حد بيحبك ولا بيدرك ده. انسف حمامك القديم. اشتغل على الشباب، اشتغل على الناس اللي عندها سرعات اللي هي تقدر تغير لك الملعب في اي وقت، اللي عندهم امكانيات كلهم ما شاء الله. انت يعني انت واخد لعيبه عندها فكره ومشاه كبيره حلوه عندكم ماشي عندك انت اللي خلقت الثقه دي للعيبه دي كلها. ما حرمتش واحد ان هو يكون موجود جوه مصر. لدرجه مصطفى محمد مش مصطفى محمد بتاع نادي الزمالك اللي راح لعب في مصطفى فتحي لدرجه مصطفى فتحي النهارده بيلعب منتخب مصر. صحيح. اذا انت بتدي له ثقه كبيره جدا وبترجعه بعد كله، اذا انت فاتح القماش كلها بعد ما تشوف الدنيا دي كلها وتشوف حاجتك وتعمل برنامجك اللي خد حقه محمود الجوهري الله يرحمه وحسن شحاته. انا لو عليا كان حسن شحاته ده كمل 21 سنه زي مدرب المانيا كده لمنتخب مصر. انا لو عليا بصراحه يعني كان حصد بطوله بس كواليتي اوف بلاير بقى نوعيه اللعيبه اللي بقت موجوده عندك ودخول حصل لنا حاجات في 2010 بقى من بعدها وما اعرفش ايه ومصر عدت في حاجات كتير قوي لدرجه احنا وصلنا للكورونا دي بتعطل اي حد في الدنيا بتعطل اي معطل العالم كله بره لحد دلوقتي يعني مفيش جمهور مفيش اي حاجه. الصناعه بتاعت الرياضه في مصر بتقع شويه بس في العالم كله يعني الانكم حتى مش مساعدك انك انت بالادوات بالحاجات دي كلها. ف يا حسام خد حقك من المرحله الجايه ما عندكش فرصه ثانيه. حقك بقى معسكرات توصل تجمعات لدرجه انا سمعت انه بيفكروا يلغوا الدوري. الكلام لا ده واحد قالك يبقى احنا نلغي الدوري بقى مفيش بقى الكلام ده. واحد قالك يبقى احنا نلغي يعني كل واحد الغاء الدوري مش زي زمان يا كابتن. دلوقتي عندنا رعاه وعندنا سبونسر وعندنا فلوس والكلام ده ايام ده كابتن محمود الجوهري. انا استغربت ما كانش فيه الكلام ده دلوقتي يعني مستحيل يعني تطلع تقول انا عايز الغي الدوري. انا مش فاهمك يعني انت بتخطط محمود الجوهري عملها زمان ومش عارف ايه زمان يا كابتن. في فرق كبير قوي في الوقت ده. احنا لا كان عندنا كوره زمان وكنا مش محترفين. صحيح. وكنا هاني الوحيد اللي كان محترف فينا على ما اعتقد مش كده. انا كنت يعني هو اللي طلع على المانيا وراح وتوفى.